في اخر جزء بقى في المحاضرة بتاعتنا النهاردة، تعالوا نشوف. يعني انا كنت بجرب شوية حاجات كده، عملنا هعمل هوريكو حاجة هرندرها لكم من اول هنا علشان تشوفوها. تعالوا ناخد نتج حرف البي ونبص كده مع بعض. زي ما احنا شايفين في اوبتيكال فليرز او اوبتيكال فلير، وبعدين بيخرج اللي هي الحاجات اللي عاملة زي الشرز دي. نبص عليها ولا نستنى لغاية ما تنتهي وبعدين نبص؟ زي ما احنا شفنا شكلها حلو جدا. ممكن بقى بعدها تحط كلمة تظهر زي ما هنشوف دلوقتي لو الوقت أسعنا وكملنا. الأول احنا عملنا القصة دي ازاي؟ تعالوا هشيل كل الكلام ده ونبدأ من الأول. هشيل 3D2 اللي هي دي واوريكم انا عملت ايه. كل انا عملته خدت 3D وحطيتها في كومبوزيشن جديده، ودي هنكتبها 3D فلير سموك. وبعد كده حبيت ان انا اعمل الشرز اللي انتوا شفتوه ده، روح للاير نيو سوليد هنسميها مثلا تريلز ونحط لون اسود. طبعا انت حر تحط اللون اللي انت عايزه. بارتيكولر هي على فكرة زي المرة اللي فاتت بس مختلفة شوية. يعني كده ادي البارتيكلز. طبعا انا مؤقتا انا بس هروح هنا مثلا كده كل الحكايه بس علشان اجي في الميتر واظبط الاكس والواي يبقوا مظبوطين. تمام بالشكل ده. ممكن ان انا اشوف انها ترجع ورا شويه. بياخد وقت جامد وممل بصراحة. حط كده اعتقد هنا كفاية. طب كده احنا ظبطنا المكان. شيل بقى 3D دي او اعملها كجايد لاير. تمام بالمنظر ده كده. عايز تعملها جايد لاير ماشي، مش عايز تعملها ما تعملهاش. لكن هي عامة كده كده هنشيلها عشان نوفر مساحة شغل ونخلي دي فول ريزولوشن عشان نعرف نشتغل. نيجي بعد كده للتريلز. أول حاجة أنا عايز أعملها مبدئيا هروح للإميتر تايب أو البارتكلز بير سكند. هخلي البارتكلز بير سكند واخدة 100 في الأول وفريم واحد لقدام بس واخليها زيرو. بالشكل ده هتطلع لي بتاع 3 4 بارتكلز بالمنظر ده كده. هستفيد بيهم ايه؟ هقول لك حالا. بعد كده تعالى احنا عايزين التريلز تطلع كده وتطلع كده. كده وكده معناها انها باي دايركشنال، طالعه في الاتجاهين. هروح لدايركشنال واقول له باي دايركشنال. اصبح كده خرجت. خلي بالك انها خارجه فوق وتحت. طيب عشان اظبطها لف حوالين واي ب 90 درجة كده هتلاقيها خارجة يمين وشمال. بس بص بتنزل لتحت ازاي. النازلة دي من الدايركشن سبريد هخليها بزيرو. بالشكل ده هتخرج لي بالمنظر ده كده. ممكن ان انا اخلي البارتكلز في الاول ب 200، لا خليها 150
هتطلع لي 6 بارتكلز. طبعا هما مش باينين على فكرة، تمام؟ ليه؟ لان انا هخليها بوكس، ادي 6 بارتكلز، وهقلل الزد امتر شوية والواي امتر شوية برضو، والاكس اخليهم قريبين من بعض كده. تاني حاجة هعملها ان عايز زود الفيلوستي قوي، انا عايزها تطلع بسرعة شديدة، تمام؟ بالشكل طبعا 5000 كتير قوي، طب خليها 2000 ونشوف. طبعا 2000، 5000، 3000، 1000، متهيألي كده السرعة كويسة. طيب نشوف كده، مش عارف دول لزقوا في بعض ليه. خلي الاكس بزيرو، خلي الواي كده شوية، يعني يبقى فيه تفاوت بحيث يبقى فيه تريلز كتيرة. بعد كده هوت في بارتكل مش هحتاج اي حاجة خالص، سواء اني ممكن اقلل بس السايز اخليه 3 بحيث تبقى صغيرة. ترانسفير مود اخليه اد بحيث لو جم على بعض يديني اضاءة. بعد كده شغلنا على فكرة في الفيزيكس وفي الاوكس سيستم او ايو اكس سيستم او اوكزيلري سيستم او نظام التفرع، اللغة اللي تعجبك خدها. نيجي على في اوكس سيستم. في الامت معمولة اوف، معنى كده ان مفيش بارتكلز فرعية هتطلع من البارتكلز الرئيسية. هروح اقول له كونتينوسلي، بين لي شوية بارتكلز اهي، هزود البارتكلز بير سكند لغاية ما تعمل لي خطوط. بص يعني انا جربت ان انا احطها 1500 فاشتغلت معايا كويس. النقطة التانية عايزة تنتهي بسرعة، يبقى اللايف بير سكند هي كده عالية، ممكن اخليها 3 من 10 بحيث تنتهي على طول. السايز هخليها صغير، هخليه 1 بحيث تديني، شفت انت التريلز دي. مؤقتا هخليها 2. بعد كده اروح لاوباسيتي اوفر سايز الاول اوفر لايف، اخليه بالشكل ده كده الكيرف ده عشان يديني السحبة اللي احنا شايفينها دي. بعد كده اروح لاوباسيتي اوفر لايف، هعملها كده عشان تبقى سموث، بس في البيرث هزود الكيرف، تمام؟ بالشكل ده. ممكن اخد نفس كيرف على فكرة السايز. بعد كده نروح لترانسفير مود اد عشان يدي شوية اضاءة. بعد كده اروح للكالر اوفر لايف اللي بيتحكم لي في عملية اللون، واخد التدريجة دي، بس اللون ده هخليه في الازرقات، والابيض ده هخليه برضو في الازرق بحيث يديني اللون ده كده. انا متهيألي اللون ده ممكن ياخد الدث، ممكن تنتهي على ازرق غامق شوية. بعد كده تعالوا بقى نطلع لفوق شوية كده حبة صغيرين، ونيجي على فيزيكس. فيزيكس انا هشتغل في الاير، تمام؟ الاير هو على فكرة هيحصل حركة دلوقتي، ساعة ما همسك اي بارامتر بالماوس هيقفل ايوه الحركة دي، فانت يستحسن حرك سنة صغيرة وارجع افتح الاير تاني. هروح لعندي اول حاجة للتربولنت فيلد اللي هو بيتحكم لي في عملية استقامة وتشوه البارتكلز. هقول له افكت بوزيشن، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده هيعمل افكت للبوزيشن، زي ما انت شايف بدأوا يخرجوا بعدم انتظام. فيد ان تايم يعني الوقت اللي هيعدي قبل ما يبدأوا يتأثروا بالبوزيشن. هنا انا هخلي دي مثلا 250، دي نص ثانية كتير قوي، هخليها حاجة بسيطة بالمنظر ده. طبعا كده كترت، ممكن اخليها 150 عشان احاول احافظ على
الاستقامة اعتقد كده كويسة تمام. طب اخليها 2 من 10 كده تمام مفيش اي مشاكل. عندي بعد كده الايفولوشن سبيد اقللها شوية بحيث تبقى الحركة اكتر مرونة حبة. تمام بالشكل ده. عندي بعد كده اللايف بير سكند من لا ده تحت في الاوكسيلري سيستم هنرجع لها تاني. في عندي بعد كده كومبلكستي اللي هو التعقيد ممكن اخليها 8 بحيث تديني عشوائية اكتر. تمام بالشكل ده. في بعد كده ننزل تحت ليه نيجي هنا بقى اللايف بير سكند ممكن نرفعها شويه تمام بحيث تسيب وراها شويه ديول. تمام بالمنظر ده كده. في اصلا لو نزلنا تحت حبه في هنا فيزيكس بالنسبه للاوكسيلري سيستم ممكن نعلي شويه الافكشن بتاع البوزيشن اصبح كده نظام التفرع كمان بيحصل له افكت. دي هنخليها واخده برضو الشكل ده. عايز تعلي السايز عليه. نيجي بعد كده ل ما اعتقدش ان احنا هنحتاج حاجة بس برضو نبص بصة سريعة كده. اوباسيتي مظبوط طول عملنا الاوباسيتي دي كده وخلينا دي كده. انا متهيألي الكيرف ده في الاوباسيتي احسن شوية يعني هيسيب لي شوية تريلز هنا. تمام طيب هل عندنا حاجة تانية؟ ما اعتقدش ان احنا عندنا حاجة في بارتيكولار ولو احتاجنا حاجة هنرجع نظبطها. السب فريم خليه 10 اكس سموث عشان يبقى الحركة سموث شوية. وفي واحدة تانية تحت على فكرة في الفيد ان كيرف نخليها سموث. كومبلكستي ممكن نزودها شوية نخليها 16. في عندي كان في هنا سكيل. السكيل ده اللي هو حجم التشوه انا ممكن ارفع السكيل ده اخليه 20 زي ما انتم شايفين التشوه زاد ادى شكل اكتر واقعيه على فكره. تمام ممكن نطلع فوق شويه نلعب في المسافات بتاعه الواي نقللها حبة. طيب احنا نخلي الاميتر واي بزيرو وفريم قدام والتاني والتالت والرابع والخامس السادس نعلى سنة بالواي بالشكل ده. فاضل بقى ان احنا على فكرة تطلع احلى من اللي انت شفته. فاضل بس بعد كده ان احنا بقى نحط جلو. الجلو ممكن نجرب ان احنا نحط الجلوسفير عشان تبقوا عارفين يعني الجلوسفير ممكن بس مش اللي هي يعني انا بفضل ان احنا نعمل كده وناخد الجلو من هنا ودبل او كليك او ناخده نسحبه ادى احسن من نعلي الانتنسيتي شويه نخليها 2 نخلي دي 40 اللي هو درجه الجلو في المناطق الفاتحه ممكن نخلي دي 4 بحيث الجلو يبقى باين. دوبليكيت لي
الجلو بالمنظر ده كده. بس ثواني هنظبطه ونخلي الانتنسيتي بواحد، ونعلي دي نخليها 80 عشان نخف اللمعان ده شوية، ونخلي الراديوس مثلا ب20. تمام بالمنظر ده كده. نخلي راديوس ب40 والانتنسيتي نخليها ب2 من 10. اعتقد كده بقى فيها واقعية احسن. نخلي ده ب60 يقل شوية، وفي الوقت نفسه نيجي للبارتيكلر، نيجي للاوباسيتي بتاع الاوكسيلاري سيستم، نخليها مثلا 30. تمام بالمنظر دوت كده. ومتهيألي كده بقت احسن. نخلي الكيرف ده كده، يعني كل دي تجارب ممكن تعمل عكس اللي انا عامله خالص. ننزل بقى تحت شويه كده، انا كنت قلت هنخلي الاوكسيلري سيستم السايز ب2 مؤقتا، لكن هي هتبقى بواحد، ولو بواحد يبقى انا شايف ان الكيرف ده اصلح شويه، ونخلي الكيرف موجود بالمنظر ده كده. في الحالة دي هنعمل حاجة تانية خالص، هنخلي الانتنسيتي بواحد، تمام، بس علشان الجلو يبان، ونخلي ده الأولاني ده ب8، ونخلي دي ب30. نجرب بس كده نشوف الوضع. اعتقد ان الراديوس ده لو بقى ب20 هيفرق، والانتنسيتي لو بقت مثلا ب3 ادى شويه، ودي تبقى ب20. طيب نشوفها كده بسرعة. طيب ايه اللي هيجرى لو احنا مثلا رحنا للبارتيكولر ومثلا جربنا نخلي دي جلوسفير، ولو اني مش مقتنع بيها بس هشوف وهجرب. لا انا مش مقتنع بيها اصلا. طيب تعالوا نروح لروتيشن مقفول. ليه؟ لان هو هنا طالع من بوكس، لو انا خليتها بوينت الموضوع هيفرق حبتين زي ما احنا شايفين كده، فرق طبعا كله طالع من حتة واحدة. لكن انا يعني قلت اجرب بوينت عشان يفتح لي الروتيشن هنا، لكن ما فتحوش لان انا مختار باي دايركشنال. اسف، هنرجع دي زي ما هي بوكس، وهنتك يو او ما نتكش يو، نسيبها زي ما هي، ونوسع الواي متر شوي. نتكت يو كده، تمام مفيش مشكلة. فاضل حاجة أخيرة خالص في البارتيكولر، إن إحنا هنرجع دي ب50 زي ما هي، ممكن حتى كمان نعليها ل60
عشان الجلو اللي احنا عملناه يظهر. ولو غيرنا اعتقد في درجة او درجات الالوان اللون هيفرق وهيدي جلو اكتر. تمام كده خلصنا من التريلز. حاجة أخيرة بس، هزود البارتكلز مثلا ل 2500 بحيث الجلو يبان بشكل أكتر. الشكل ده كده، و الميتر هخليه بوكس، زود بس الزد متر والاكس متر. مجرد على فكرة كل اللي بعمله ده مجرد بس حاجات عشان اخلق زي عشوائية كده في الحركة. الواي خلي بالك كل اللي انا بعمله ده كي فريمز عشان الواي بالشكل ده كده. طيب نيجي بعد كده على طول بقى نتكلم على layer new solid ونسمي دي flare. ممكن على فكرة نستخدم اللينس flare العادي، وممكن الاوبتيكال flares بيديك options كتيرة. نخلي render on transparent ونشوف بس البداية بتاعتنا فين. هنا اهو هاخد السنتر بوينت واحطها هنا كده واشوف اوبشنز. طبعا انت حر بقى في الاوبشنز، بتختار بتختار اللي انت عايزه. طبعا كل دي بيضيف على اللي فوق يعني عشان تبقوا عارفين. نروح لبيزكس، للبريسيتس، للايت. ممكن نختار اي لايت، انا كان عليا اخترت لايت بسيط وزودت عليه، بس هو ما كانش هنا تقريبا، كان في موشن جرافيكس انا مش فاكر انا اخترت انه واحد بصراحة. ناتشرال لايت، ايوه هو كان هنا عندك. هي انسبهم فيوتشر لايت او تاك لايت. اعتقد ان دي شكلها كويس. ممكن الجلوبال كولر نغيره شويه بحيث تبقى برايت اكتر. نعمل اوكي للمنظر ده. نروح لبريسيتس لايت، هو ده البيم. نعمل اوكي. تعالوا بعد كده ممكن انت تغير اللون بتاعه زي ما تحب. ممكن تخليه كده كده، خد اللون بتاعها اللي هو اللون الازرق. بعد كده تعالى قول له حط بقى كي فريم للسكيل واللايتنس. في اول فريم هيبقوا الاتنين دول صفار. الفريم اللي بعده على طول المفروض ده كمان بصفر. الفريم اللي بعده على طول، او هنقول كمان فريم يعني فريمين. ده اللي جه غصب عني بس انا هعدله. هخلي اللايتنس عامله 220 مثلا، ده كده هتيجي اكتر من 220 بكتير. ضغط على صفر غصب عني. تمام كفايه 150 زياده عن اللزوم.
والسكيل هيبقى 60 بالشكل ده كده. وبعد كده فريم واحد لقدام تنزل البرايتنس ل 60 وينزل السكيل 40، عالي دي شوية نخليها 70، وهنمشي بقى شوية كده لغاية ما دول يختفوا وننزل كل حاجة لصفر بالشكل ده كده. كده يبقى أصبح اللي هيحصل كالآتي. تمام بالشكل ده كده. ده الوضع اللي احنا عليه. في حاجة انا ملاحظ انها مش حلو. فعلا انا كنت شاكك ان الاميتر بتاع الواي مش مظبوط. لما اتحطت له الكي فريمز ما اداش اللي انا عايزه. اميتر الاكس مصغره شوية، الزد برضو هنصغره شوية بالمنظر ده كده. اعتقد تهيألي الجلول اللي تحت ده زايد شوية، نخلي دي 60 وهنروح للبارتيكولر، ننزل تحت في لون فاتح الدنيا خالص اللي هو اعتقد هو مشكلة حتة تمام. واللون ده انا هبدل بس الالوان. وهخلي ده فاتح. بالشكل ده. كده لو احنا بقى جينا مثلا عند 3 ثواني دول ونشطنا دي، اعتقد ان كان الوقت اللي فات كان 3 ثواني وبتنتهي الحركة بتاعت الكاميرا. خلوا بقى الاخ ده هاف، اعتقد ان هي كانت 3 ثواني، نخليها وي فريم. تمام. لو مشينا فريم كمان لقدام هيبقى مش مظبوط. ناخد الاتنين دول ونتك على حرف الجيم بحيث نزقهم. الجيم هيعمل ازاحة، هتلاقي من هنا بقى حصل التريل اللي انت شفته اللي احنا عاملينه. بالشكل ده كده. في الباك جراوند انا بيتهيألي ان احنا لو وصلنا ده لكده هناخد نتيجة احسن. تمام. ومتهيألي برضو ان احنا في التكتشر دي
لو احنا طلعنا بيها لقدام شوية ممكن ناخد ناتج احسن بالشكل ده كده. ممكن نيجي على 3D دي ونحط جلو. انا مش هحطه واثبته، انا بس هجرب الوضع. ممكن نخلي الجلو ده ب2 من 10 والراديوس بتاعه ممكن يبقى 20، خليه بنص بالمنظر ده كده. طبعا لو روحنا بقى للفول ريز هنلاقي الدنيا زي ما احنا شايفينها كده. في بس حاجة عايز اجربها، لو احنا حطينا layer new adjustment layer وحطينا fill، والفيل ده انا كنت هختار اللون اللبني، وهنخلي البليند مود بكلر. هو مجرد تجربة ونشوف ادت ايه، نتكتيه ونقلل الاوباسيتي بتاعتها شوية، هنلاقيه خد الشكل ده. ممكن ان احنا نحط adjustment layer كمان، والمرة دي نحط عليها فاست بلر. او بلاش دي، هي دي بتتحرك صح. طيب لو رحنا على 3D وحطينا CC دايركشنال بلر، اسف، من غير CC، زودنا الاماونت بتاعه تمام. انا اسف، هناخد ده من هنا قط معلش، وناخد نيو ادجستمنت لاير ونحطها فوق دي، ونحط عليها ده بيست، ونخلي الزاوية 90، ونخلي البلند مود سكرين كده. هو اللي انا عملته ان دي وهي داخلة هوف، دي وهي داخلة هنلاقيها بتلمع. تمام، ولو احنا زودناه شوية خليناه 200، هنشوف اللمعان ده زي ما بنشوفه بالظبط. اجرب ارندر واوريكم. نشوف بقى الريندر كده. نجرب تاني. ممكن بقى ان احنا نيجي لغاية هنا كده، هنا مثلا نتك هنا على الادجستمنت لاير اللي عليها الدايركشنال بلر، نتك تي، نحط كي فريم ب100 ونخلي الاوباستي هنا بزيرو. تبقى بالشكل
ده كده الادجستمنت دي ممكن ان انت تخلي البلند مود اوفرلاي سوفت لايت تي، اعتقد سوفت لايت مديها شكل احسن. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.